واحد من النجوم السابقين في النادي الأهلي ومن اللاعبين أصحاب المهارات الخاصة اللي اسمه كنا بنسمعه وبدأ يحصل على شهرة في الوسط الرياضي وبين جماهير الكرة وبشكل خاص جماهير النادي الأهلي حتى قبل ما نشوفه في الملعب من خلال تواجده في الناشئين وقبل تصعيده علشان نتابعه من خلال وسائل الإعلام في مباريات الفيرست تيم أو الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. لاعب توقعت منه جماهير النادي الأهلي الكثير والكثير، قدم أداء متميز في فترة من الفترات. ما هي أسباب عدم استمراره أو عدم اكتمال التجربة؟ رؤيته لهذه المرحلة، هل محطته الجاية ممكن تكون محطة يعيد تقديم نفسه فيها للجمهور مرة تانية؟ هل ما زالت لديه طموحات؟ العقبات اللي واجهته في الفترة اللي فاتت بعد خروجه من النادي الأهلي وتجربته مع أكثر أو تجاربه السابقة مع عدد من أندية كرة القدم في مصر بعيدا عن النادي الأهلي. اللاعب الموهوب وبالتأكيد واحد في إجماع في الآراء أنه من أصحاب المهارات الخاصة جدا في عالم كرة القدم المصرية، الكابتن مصطفى عفروتو. مساء الخير كابتن مصطفى. أهلا بيك وسعداء بوجودك. أنا مبسوط اللي أنا مع حضرتك والله. ربنا يخليك ومنورنا في بيتك. وشكرا على التقديم الحلوة دي. لا تستاهل ده واكتر. ربنا يخلي حضرتك. خلينا نتكلم عن نبدأ بآخر أخبارك، فين كابتن مصطفى عفروتو دلوقتي والجديد؟ أنا آخر حاجة ليا كانت دمنهور، وكان يعني عندنا حلم اللي احنا نصعد، وأنا يعني من البيت التاني ليا يعني دمنهور، علاقتي بيهم كويسة جدا، ولكن ما حصلش نصيب يعني، فاضطريت اللي احنا نسيب بعض يعني الحمد لله يعني بالتراضي يعني عشان العلاقه كويسه ما بيننا وما بين بعض. وقلت اكتر من مره انك بتحب جماهير دمنهور جدا، وكان ده مشجعك جدا تروح وتخوض تجربه مع فريق. بالظبط كده، ولكن انا الفتره الجايه ان شاء الله يعني باذن الله في كذا حاجه كده في شرق اسيا، فربنا ييسر كده. بتدور على دلوقتي بتتلقى او بتبحث عن عرض احتراف مميز خارج مصر؟ ان شاء الله. هل معتمد على خبراتك السابقة في الأهلي؟ يعني إزاي بتسوق نفسك من جديد لتجربة احتراف بعد ما بعدت نسبيا عن الأضواء في الفترة اللي فاتت؟ والله أستاذ محمد يعني هي القصة كلها اللي الواحد عايز يروح مكان اللي هو يعني أنا في كذا حد مكلمني، فأنا مركز اللي أنا أروح، اللي أنا يعني إن شاء الله لو روحت شرق آسيا مركز اللي أنا إن شاء الله أروح فرقة تبقى فرقة بطولات، وفرقة إن شاء الله من خلالها اللي أنا أظهر وتكون بتشارك على الأقل في بطولة آسيا بإذن الله. عايز ترجع تتشاف كويس إن شاء الله تجربة. ونفسي يعني عندي أمل اللي أنا أرجع بيتي تاني إن شاء الله، فده حلمي من أحلامي. عندك يعني عندك حافز إنك ترجع تنافس يعني وتتفوق على نفسك يعني عشان ترجع يعني الواحد لما بيكبر يعني الحلم اللي الواحد كان فيه، فكنت صغير يعني لما تبتدي تكبر بقى وبتشوف النادي الأهلي كل فترة بيكبر نفسك اللي انت ترجع بيتك تاني بقى. ليه بتفكر في الاتجاه ده تحديدا، جنوب شرق آسيا أو بعض الأندية الأسيوية؟ ليه شايف ان ده الأنسب لك في المرحلة دي؟ يعني أنا شايف النادي اللي جاي لي من هناك هو الأنسب دلوقتي حاليا. يعني ده اللي هيضيف لي إن شاء الله، وأنا هقدر من خلاله اللي أنا أبان. يمكن في كذا حاجة تانية، بس يعني في مصر هنا يعني كان في آخر حاجة كان فيها عرضين ليا بس درجة تانية. فيعني شايف ده ما يناسبش طموحك دلوقتي. مش طموحي دلوقتي، واختلفنا في الامور اللي حضرتك عارفها بقى الماديه وتفاصيل العقد التفاصيل والحاجات دي، فما كانش هينفع طبعا. طيب هل في اي وسيله اعلاميه عرفت منك لحد دلوقتي اسم النادي اللي بتتفاوض معاه؟ لا لسه لحد ما يتم بشكل ان شاء الله لما يتم ان شاء الله ونبقى اول مكان يعرف طبعا ده بيتي. النادي الاهلي اكيد هيسعد بكل خطوه فيها نجاح بالنسبه انا عارف طبعا. كابتن مصطفى، كان انطلاقتك كانت مميزه جدا، كنا بنسمع عن لاعب اسمه عفروتو عامل قلب الدنيا بلغه كورة في الناشئين، وقبل ما نبدأ نسمع أنه هيكون مع الفريق الأول كنا خلاص بيدخل مع المجموعات اللي بتتمرن مع الفريق الأول، بدأ يظهر في التدريبات، بدأت وسائل الإعلام تنشر اسمه وصوره، وبعدين لقيناك في الملعب عملت يعني مباريات مميزة جدا. شايف إزاي تجربتك مع الأهلي، وإيه أقوى ما فيها أفضل ما فيها، وإيه نقاط الضعف اللي خلت كابتن عفروتو ما يكملش مع الأهلي؟ بص أبتدي مع حضرتك من الآخر، يعني أحلى ما في الفترات اللي أنا كنت فيها في النادي الأهلي اللي كل يوم فيه طموح بيتجدد، دي كانت يعني من احسن الميزات اللي كنت عايشها في النادي الاهلي، اللي كل يوم عندك طموح، انت النهارده بتكسب خلاص انت بتقفل وبكره بتخش بطوله تانية، فهو الطموح على طول بتتجدد. هو الاهلي ما بينتهيش. لا خالص، كل يوم عندك طموح جديد، حاجات شخصيه ليك، حاجات للجماهير، حاجات للنادي، للاداره، للجهاز الفني، فكل دوت كان كل يوم في طموح جديد. فالقصة كلها بقى اللي أنا يعني إيه اللي حصل؟ كنت بلاي ميكر، كنت مميز، كنت مهاري، بدأت تاخد فرص في الملعب، خلاص بقيت نجم، اسمك اتعرف وبقى عندك قدر من النجومية، وسائل الإعلام بتتابع أخبارك زي كل اللعيبة المميزين، وتوقعنا كتير من الجمهور كان حابب أدائك وكان يعني منتظر مستقبل كبير قوي أو فترة طويلة مع النادي الأهلي، ليه ده ما استمرش؟
ما استمرش عشان انا يعني الفتره ديت بالتحديد كان كابتن حسام البدري بعد منتخب الشباب. الحمد لله كنا ماشيين انا والجيل بتاعي ماشيين بصوره كويسه جدا، وكان جاي لنا كذا عرض خارجي من اوروبا، ويعني النادي اتمسك بينا اللي احنا نكمل. فاحنا كنا جالك عرض من ليل الفرنسي ليل الفرنسي فالنادي اتمسك بيا ساعتها الفتره دي، فانا كنت حابب ان انا اكمل في النادي الاهلي، والحمد لله شاركت وكسرت الدنيا يعني بلغه الكوره. وجي كابتن حسام مشي، كانت مباراه الاهلي والاسماعيلي مشي بعديها على طول، ومسكنا فتره مؤقته كابتن عبد العزيز عبد الشافي، والحمد لله كسرنا الدنيا وخدنا الدوري مع كابتن عبد العزيز ساعتها. يعني خدنا الدوري ساعتها، وكنا ساعتها قالوا العيال الصغيره خدوا الدوري والاهلي مش عارف ايه، فالحمد لله كانت الامور ماشيه بشكل كويس. لو كابتن زيزو من لعيبه من المدربين اللي يطلعوا دايما الفترات اللي بيتولوا فيها المسؤوليه في الاهلي يطلع لعيبه جديده واسماء جديده. بالظبط، ده جابني ساعتها كان عندنا ماتش سموحه، قال لي هتلعب باك ليفت، قلت له كابتن ما لعبتهاش خالص، قال لا انت هتلعب وانا شايفك فيها، وكان يعني الحمد لله مديني الثقه اللي انا العب في اي مكان. فبس جه كابتن مستر مانويل بقى جه الفتره الثانيه الولايه الثانيه ليه، فما كانش حابب اللي هو يعني هو كان نفسه يكمل المسيره بتاعته اللي هي بتاعه البطولات، وده حصل فعلا. يعني لما خد كذا بطوله مع النادي الاهلي لما رجع الولايه الثانيه، وبس يعني قال لا الصغيرين مش عايزهم دلوقتي، لو هيطلعوا اعارات انا مش محتاجهم دلوقتي، انا محتاج اللي انا مع بقى. انه من الاسماء اللي اسمع انها قريبه منك جدا مانويل جوزيه كمدير فني، واللي لهم تاثير وبصمه فنيه عليك، هو اول شويه ملخبطه لي الرؤيه. هو اول واحد طلعني الفريق الاول مستر مانويل، كان عندي 16 سنه، وكنا كنت متصعد مع فرقه 87 مع كابتن فتحي مبروك، وشافني ساعتها كان الماتش الساعه 2 تقريبا، كنا بنلعب الداخليه انا فاكر بطوله الجمهوريه، وكانوا مخلصين تمرين وهو بيتفرج بالصدفه، فاختارنا انا ومؤمن زكريا واحمد عطوه ساعتها انا فاكر. فبس ده اول مره يختار، اول مره كان عندي 16 سنه. من ساعتها قبلت القرار ده ازاي؟ ما نمتش خالص، ما نمتش يعني. ما عندك 16 سنه؟ كان عندي 16 سنه يعني، ما حتى لما اتكلمت مع ابويا ما نمتش، قلت له مش هروح مواصلات، مش انا مش هروح مواصلات، لا انا هاخد اروح بتاكسي بقى، ده انا هروح الساعه الصبح الساعه 9 الصبح التمرين، فلازم من الساعه 7 ابقى موجود مثلا. عيل صغير مش محترم قوي التجربه وعامل لها حساب وعايز تبقى موجود بدري جدا قبل التدريب. طيب يعني مستر مانويل من المدربين اللي شايف انهم كانوا مقتنعين بقدراتك جدا، يعني هي بس يعني مش عارف الكيمياء، مش عارف اقول لحضرتك ازاي، بس هي القصه كلها اللي هو كانت شخصيته قويه جدا، واحنا كنا الحمد لله باينين بشكل كويس، فكان نفسي اللي انا اكمل معاه يعني، كان نفسي اللي يبقى لا. السبب بقى انه التجربه الثانيه لمانويل جوزيه كمدير فني في الاهلي بتقول انه كان عايز اللاعب الجاهز، اللاعب اللي عنده خبره، النجوم، هو عايز كان يعني كان الفتره مش عايز شباب، كان الفتره صغير. دي مش انا يعني، ودي صراحه منه يعني اللي هو مش هيستنى على فريق الشباب دلوقتي، ولا انا عايز وبعد كده طلعوهم وبعد كده نجيبهم يعني. طيب لو حصل اتعاملت ازاي مع القرار؟ خلاص في قرار، اتفقت مع النادي الاهلي على انه الفتره دي مش الانسب لك في التوقيت ده انك تكمل، بدات تتعامل مع ده ازاي؟ واول محطه لكره القدم عفرته بعد النادي الاهلي كانت ايه؟ احنا الفتره دي طلعت اعاره نادي الاتحاد السكندري، وبعد كده رجعت لما مستر مانويل خد القرار اللي احنا هنمشي خلاص، فبعديها رحت كاراباج في اذربيجان، نادي كاراباج، وكملت بقى بعديها بقى رجعت على المقصه. طيب ازاي اللعيب يحافظ على طموحه لما بيخرج من فريق كبير زي النادي الاهلي، فريق بطولات، بيبقى فيه مشكله ان اللاعب عنده طموح عايز يدخل في تحدي مع نفسه يثبت للنادي انه عنده الحق في انه يرجع تاني او انه قادر انه يرجع، وفي نفس الوقت بيبقى ممكن يحبط جدا انه خرج من نادي كبير قوي في الاغلب بيبقى رايح نادي اقل. اتعاملت مع ده ازاي؟ هي بص يا استاذ محمد، يعني هي القصه كلها بالنسبه لي يعني المشكله في حياتي انا وبعض الناس من الجيل بتاعي، اللي احنا طول عمرنا متربيين في النادي الاهلي، من 9 سنين واحنا متربيين في النادي الاهلي، فانت لما بتطلع بره بتشوف حاجات انت مش متعود عليها، فصعب اللي انا هتاقلم عليها على طول. مش متعود تخسر كتير، متعود يعني ناس كتير قوي تقول لي طب انت ليه مش بتستمر على يعني تقعد سنه او سنتين في نادي وبعد كده تمشي تروح نادي تاني وبتاع، عشان مش بشوف اللي انا كنت متعود عليه او اللي انا متربي اللي كنت متعود يعني انه موجود في الاهلي. فدي كانت مشكله احنا لحد دلوقتي مش قادرين نخرج منها. بتبقى تأقلمت على طريقه النادي الاهلي انك يعني المفروض تفوز ودايما بتفوز بالالقاب وبتنافس بالظبط كده يعني، في يعني في امور كتير جدا بس الواحد مش هينفع يتكلم فيها يعني. انا اتمنى ان انا ان شاء الله اروح الفرقه باذن الله، اللي انا اروح النادي اللي انا رايحه. هل بيبقى رؤيتك الفنيه مهمه؟ حتى الاجهزه الفنيه لما تروح انديه خبراتها او رصيدها من البطولات اقل من الاهلي، هل ده بيخليك اللاعب النجم اللي جاي لنا من النادي الاهلي بيخلي ليك دور، ممكن يسمعوا لك اكتر، ممكن يخليك المدير الفني مقربك منه، رايك مهم في الملعب،
قائد في وسط زمايلك، يعني ده تاثيره ايه عليك معايا؟ طبعا يعني ما بتبقى جاي لهم من نادي بطولات انت بالنسبه لهم كنز، يعني هم بيستفيدوا من خبراتك. طب ايه اللي كان بيحصل؟ ويعني انا بحب المدربين اللي هي بتقعد تتكلم معايا، يعني مش واخدين، يعني بحب المدرب اللي بيبقى واخد اللاعب كصاحب، يقعدوا يتكلموا طب اللي بيحصل كان في النادي الاهلي ايه، طب احنا نقدر نعالج الامور دي ازاي. فده كان بيحصل من اكتر من مدرب انا كنت ببقى بتواجد معاه. يعني عفروتو كام سنه دلوقتي؟ انا 30. طيب 30 مش كبير بلغه كره القدم، لسه احنا بنشوف لاعبين بيتالقوا لحد 34 35 سنه. صح. وما عندكش مشكله في اوفر ويت او وزن؟ طبيعتك نشيطه جدا كلاعب، وزنك خفيف كلاعب، فالمفروض ان عندك الحافز وما عندكش عقبه انك تواصل تقدم اكتر من موسم مميز. تفكر في ده وان الفرصه عندك؟ ما ده اللي بقوله لحضرتك، اللي انا الفتره دي مركز جدا ان انا اروح فرقة إن شاء الله تكون مناسبة اللي أنا أبان من خلالها وتكون بتشارك في بطولات قارية، ومن خلالها إن شاء الله اللي أنا يعني مصطفى عفروتو موجود بإذن الله، وعندي طموحات اللي أنا عايز أثبتها بقى اللي أنا أرجع بيتي إن شاء الله. فدي حاجات. عندك حلم إنك يعني تختتم مشوارك مرة تانية؟ إن شاء الله بإذن الله يعني. طيب علاقتك بمدربين، قلت إن بصمات مستر مانويل كانت من أول ما شافك وعمرك 16 سنة وإن له تأثير كبير عليك فنيا واستفدت من خبراته ورؤيته الفنية. كمان سمعت أكتر من مرة إنك كنت قريب جدا أو من المدربين الكبار كابتن الجوهري رحمه الله، من الخبرات الكبيرة في مصر، وإنه كان له بصمات أو تأثير كبير على عفروت. كان كل ماتش في المنتخب الشباب كان هو ساعتها ماسك يعني المشرف على الكوره في اتحاد الكوره، يعني كان ماسك المنتخبات كلها من الكبير للصغير، كان هو المشرف علينا، وكان على طول كل ماتش ودي كنت العبه الحمد لله كان يحب يتفرج عليا يعني. فدي كانت يعني حاجه عظيمه الله يرحمه يعني، وليا صور معاه كتير قوي شايلها يعني محتفظ بيها، والله يرحمه يعني كان من الناس. فاكر اي تكليف فني او نصيحه فنيه، اي بصمه للكابتن الجوهري استفدت بيها كلاعب قال لك عليها بعد ما شافك في الملعب؟ كان في مره كنت في التمرين كان كابتن ربيع ياسين ماسكنا، فاستاذن كابتن ربيع يعني بص كابتن محمود الجوهري واحترامه يعني كان المفروض يندهل على طول من غير ما يستاذن من الملعب، لا استاذن كابتن ربيع ياسين وقال له انا عايز مصطفى دقيقه واحده، فخدني فقال لي انت هتبقى لعيب كبير فلازم تلبس الشنكار عشان ما تخبطش. كان في التمرين يعني حاجات بسيطه جدا يعني، ما انا مش مستوعب ايه اللي صغير برضك مش مستوعب، لما الواحد بيكبر بقى سنه ورا سنه وبيحتك هنا وبيروح هنا، فلا الحاجات دي بتفضل موجوده معايا. ازاي تحافظ على نفسك من الاصابات كلاعب يعني؟ بالظبط. طيب وهرجع لمانويل جوزي سريعا، بصمته الفنيه اكتر حاجه او اهم حاجه تعلمتها من مانويل جوزي؟ اللي اتعلمته منه الشخصيه، يعني هو كل ماتش الماتش الودي زي الماتش الرسمي. انا كنت ببقى يعني في الماتشات الودية ببقى شايل هم كبير، هم الدنيا والآخرة يعني، أنا كشاب يعني لا لازم أنزل أكسب فأكل النجيلة يعني، خلاص هو حاطط لي سيناريو هتكسب ما ينفعش تيجي يمين أو شمال، هو هتكسب. كان بيخليكوا تتعاملوا بنفس درجة التركيز؟ خلاص هو بينقل لنا شخصيته دوت، فبيدينا باور إحنا بقى في الملعب، فكان ده لازم يطلع هيطلع. تابعت اخبار النادي الاهلي في الايام اللي فاتت؟ صحيفه طبعاً شهيره بريطانيه بتقول الاهلي الاكثر تتويجا، نشرت في احصائياتها 118 بطوله. يعني ما احتسبتش بطولات، لكن في النهايه ما زال النادي الاهلي وفقا للصحيفه طبعاً دي وبعد عدم احتساب 18 بطوله هو الاكثر تتويجا في العالم وفي مقدمه انديه العالم باكبر عدد القاب. الخبر ده ايه؟ استقبلت الخبر ازاي؟ بتحس بايه لما بتسمع خبر جديد بيضيف لانجازات النادي الاهلي؟ والله ببقى فخور جدا يعني، فخور كمان اللي يعني اللي انا متربي في النادي دوت، والنادي دوت كل لماذا بيكبر. فالحمد لله يعني دي بتبقى حاجه كبيره بالنسبه لنا كجماهير وكمحبين للنادي الاهلي، فدي حاجه بتبقى يعني لا، والناس بتتكلم يعني انت لو تشوف يا استاذ محمد الناس بتتكلم عن النادي الاهلي بره ازاي، وازاي النادي دوت نادي وطنيه، والنادي دوت نادي نظام ونادي قيم ونادي مبادئ، فالموضوع مختلف. ممكن احنا عشان جوه في مصر في النادي الاهلي وعايشين في النادي الاهلي فالامور دي ممكن عادي بالنسبه لنا، ما احنا ما عشان عايشينها فمش هنحسها. يمكن بره لا الوضع مختلف يعني، انا في عمان كانت الناس يعني بتطير بيا لانك كنت لعيب في الاهلي. يعني اللي انا كنت في النادي الاهلي طب كنتوا بتعملوا ايه وبتروحوا فين، واللعيبه كانوا بيتكلموا معايا شايفينك جاي من مدرسه متقدمه جدا في الكوره. يعني لا يعني بجد والله يعني شرف لمصر وشرف للقاره الافريقيه اللي احنا بجد والله، ودي نعمه يعني الحمد لله الواحد لسه من خلال النادي الاهلي عشان لعب فيه فتره من فترات الحمد لله لسه معروف عشان انا من خلال النادي الاهلي بس. هنكمل كلامنا، عندنا اسئله كتير عن النادي الاهلي ونجاحاته محليا ودوليا ورؤيتك للموسم الجديد والتعاقد مع ريني فايلر ومجموعه اللعيبه المميزه اللي تم التعاقد معاها في الايام الاخيره.
هنتكلم عن ده وتوقعاتك للنادي الاهلي على مستوى الدوري والبطوله الافريقيه ان شاء الله في الفتره الجايه، لكن عايز ارجع لمشوارك مع دمنهور. هل في اشكاليه حصلت في انهاء علاقتك بنادي دمنهور ولا الامور مشيت بشكل كويس؟ عندنا كان اخبار ان في مشكلات خاصه بمستحقات ماليه، في شكوى لاتحاد الكره من مصطفى عفروتو، قول لنا حقيقه الاخبار دي كلها. لا خالص، يعني ما الاداره بصراحه الحاج اياب عبد الله من الناس المحترمه جدا وده اب ليا، يعني ما بعيد عن الكوره، يعني انا بكلمه على طول وبطمن عليه على طول، ده يعني بجد شايل عبء كبير قوي في النادي وانا نفسي يبقى حد موجود معاه يشيل معاه. يعني هو استاذ عبد المنعم عطيه من الناس المحترمه جدا اللي انا يعني علاقتي بيهم ما زالت لحد دلوقتي، من الناس النظيفه جدا والناس اللي انا اتشرفت اللي انا يعني على طول بتواصل معاها. يعني ماشي من النادي وعلاقتك بيهم كويسه بالاداره؟ خالص، ما فيش اي مشكله خالص، يعني زي ما قلت لحضرتك نادي دمنهور ده بيتي التاني، يعني ما فيش اي مشكله، وخصوصا كمان لما بتلاقي حد محترم رئيس نادي محترم زي الحاج اياب عبد الله الموضوع اي حاجه بتنتهي. يعني دي حاجه جميله، يا ريت كل يعني لعيب وهو علاقته بتنتهي مع نادي او مع اداره من ادارات الانديه وبينتقل لمكان اخر تبقى شكل الكلام عنهم كده ويبقى الامور متحضره زي ما بتتكلم عنهم كده. ده مثال لنجم حقيقي من نجوم النادي الاهلي او من ابناء النادي الاهلي كابتن مصطفى عفروتو. هرجع للتشكيل الجديد، شايف الاهلي الصفقات الجديده ازاي؟ الاسماء اللي انضمت، مجلس الإدارة والمسؤولين عن التعاقدات في النادي ولجنة التطوير، كل ده أدى إلى صفقات مميزة جدا على مدار الفترة اللي فاتت كلها وأكثر من فترة انتقالات، سواء في فترة يناير أو في فترة الانتقالات الصيفية. شايف تشكيل الأهلي إزاي والنجوم اللي موجودين دلوقتي؟ هقول لحضرتك بخصوص الصفقات، يعني أنا وأنا في دمنهور لما رحت دمنهور كان 2014 2015 شفت حمدي فتحي، قلت له أنت هتلعب في الأهلي، قعد يضحك وقعد يهزر معايا ويتريق عليا، قلت له والله العظيم هتلعب في الأهلي. قال لي انت، قلت له انت المواصفات بتاعتك والروح بتاعتك دي النادي الاهلي. فسبحان الله يعني راح النادي الاهلي وبكلمه على طول يقعد يفتكر بقى وبادئ بدايه كمان الجمهور. بسم الله ما شاء الله، يعني الصفقات، لا الصفقات بص احسن حاجه الصفقات اللي احنا عملناها السنه دي بالتحديد، اللي انت جايب ناس، لا ناس تنافس على البطولات، مش جايب ناس اللي هي تستفاد بالنادي الاهلي واسم النادي الاهلي وبعد كده يمشوا يروحوا حته تانية، لا انت جايب صفقات، لا ممكن تكمل في الاهلي تكمل يعمل انجازات بالظبط كده. هو ده اللي بسطني في الموضوع. وانا صريح شويه، يعني انا لو الصفقات مش عجباني اقول لحضرتك مش عجباني، يعني ما انا ابني من ابناء النادي الاهلي، فمن حق اللي انا اتكلم. يمكن لا انت كمان بالتحديد يا استاذ محمد انت جايب، يعني جايب المراكز اللي انت محتاجها، فدي حاجة جميلة جدا الإدارة بصلها وبصلها، لا اللي احنا، لا احنا عايزين يبقى بقى مش 11 في الملعب، احنا عايزين يبقى عندنا 11 بره. طيب مركز البلاي ميكر، المركز يعني اللي متعلق فيه لفترة مصطفى عفروتو، دلوقتي عندنا في المركز ده صالح جمعة، عندنا بعد التعاقد مع مجدي قفشة وهو كمان إضافة، هيبقى في منافسة بين الاسمين دول لصالح الفريق في المكان ده، وفي لاعب ثالث بيقدر يؤدي المهمة دي، أجاي بيقدر يلعب راس حربة وبيقدر يلعب ما في هو ده اللي كنت بقوله لحضرتك وجاي لحضرتك في الكلام، اللي لا الإدارة دلوقتي بصة، لا اللي احنا مش عايزين يبقى في 11 لاعب في الملعب، احنا عايزين يبقى 11 بره، بحيث اللي انت لا لازم ان انت وزميلك تتنافسوا والتنافس يبقى تنافس شريف من خلال اللي احنا نحقق الحلم بتاعنا، كل بطوله نخشها لا لازم ناخدها. فده اللي عجبني انا في الموضوع، يعني لا احنا عندنا صالح جمعه بسم الله ما شاء الله، قفشه عندك، اجاي عندك، مؤمن زكريا لما يرجع لمستواه المعتاد، لا عندك اكتر من حد لا يقدر في المكان ده يعمل لك الفارق، عندك ورا عندك متولى هو انت جايبه، محتاج المراكز اللي انت محتاجها. يعني مؤمن زكريا محتاج ايه عشان يرجع بقوه؟ كل الناس مجمعه على انه لاعب مميز جدا، جمهور الاهلي متاكد مفيش خلاف على امكانياته، وانا عارف انك بتحب مؤمن زكريا جدا ومقتنع بامكانياته كلاعب طبعا. ايه اللي ناقص مؤمن زكريا عشان نشوف الفتره الجايه بنفس الانتاج اللي كنا متعودين عليه من لاعب متميز زي مؤمن زكريا؟ يسيب التويتر شويه بس هو مؤمن بس يركز زي ما هو ما كان مركز، ومؤمن من احسن الناس اللي هي بتتحرك على الجول، يعني من احسن الناس في مصر اللي هي بتعرف تختار اماكن يجيب منها جوال، فان شاء الله انا نفسي اللي هو يركز ويسيبه من الكلام اللي هو الاعلام بقى والحاجات دي، فربنا يكرمه يا رب الفتره الجايه. لو عايز تعلق على الخبر ده احنا عندنا كمان خبر عاجل، تهنئه بتوجه من الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الى ابطال تنس الطاوله رجال بعد انجاز لقب البطوله والفوز بلقب البطوله العربيه رجال لتنس الطاوله في المغرب والتفوق على فريق قطر القطري في المباراه النهائيه 3-2، واشاد الكابتن محمود الخطيب بالروح القتاليه وتركيز اللاعبين وجهدهم مع جهازهم الفني وما ادى الى الوصول لهذا الانجاز ورصيد او لقب جديد يضاف للالقاب والانجازات التي لا تنتهي في النادي الاهلي سواء داخل او خارج عالم ومجال كره القدم.
تعليقك. احنا بنحقق الحمد لله بطولات مش بس في الكورة، طول الوقت في انجازات على مستوى كافة الرياضات التانية. لا الف مبروك طبعا، ويا ربي من نجاح لنجاح. طبعا يعني الواحد بيبقى سعيد لما بيسمع اسم النادي الاهلي سواء بره في اي حتة في العالم، الواحد بيبقى سعيد لما بيبقى شايف حد من ولاد النادي الاهلي بياخدوا ميدالية او بياخدوا بطولة او او او، فدي بيبقى حاجة شرف كبير لينا يعني. مين افضل دويتوهات كنت بتلاقيها معاك في الملعب؟ مين اللاعب اللي كان بيبقى فاهمك قوي وكنت حابب انه يبقى جنبك في الملعب خلال فتره وجودك في الاهلي؟ يعني انا شهاب وهشام اللي كانوا فاهميني قوي يعني، ما من غير هشام محمد وشهاب يعني دول اللي كانوا فاهميني يعني على طول، احط لهم الكوره هم عارفين انا هم هيحطوا لي فين او هنعمل ايه بيها، فدول برضه. شهاب كانت انطلاقته قويه قوي، بقى لاعب اساسي ستاندنج في ال11 اللي بيبداوا المباريات، تسديدات واهداف من مسافات بعيده طبعا جدا في مباريات مهمه في البطوله الافريقيه، بدا يحصل على قدر كبير من الجماهيريه والنجوميه والاهتمام الاعلامي. لم تكتمل التجربه ليه من وجهه نظرك؟ شهاب برضو كان عنصر مميز. هو يعني شهاب مشي في وقت هو كان كويس فيه يعني، مشي في وقت احنا استغربنا يعني. انا بره النادي كنت مستغرب اللي هو مشي في الوقت اللي هو كان لا ماشي كويس ومكسر الدنيا مع النادي، واخد افريقيا مع النادي، ف لا وده اللي كان يعني خلاص ده دي شهاب كان اكتسب خبرات من كابتن محمد ابو تريكه وكابتن محمد بركات وكابتن وائل جمعه، فكان خلاص هو شهاب يعني زمان شهاب دلوقتي لو متواجد كان هو اللي هيبقى كابتن التيم بتاع النادي الاهلي. فهي في الاول وفي الاخر هي نصيب يعني. مش هل احيانا بيبقى لاعب مميز قوي بس حظه انه مش موفق، ان مركزه ده مليان لعيبه، عنده لعيبه المدير الفني قدامه ثلاثه عندهم خبرات اكتر من اللاعب ده في المركز ده، فبيبقى مهما كان اللاعب ده مميز مش ممكن يكمل؟ واحنا مش محظوظين يعني، الجيل بتاعي مش محظوظ، مش محظوظ باحداث كتير قوي يعني حصلت يعني، ثوره والمجزره بتاعت بورسعيد وامور كتير قوي يعني، كتير عطلت الرياضه، عطلت المسيره بتاعتنا، وخصوصا انت كنت طالع في جيل العمالقه يعني. تيجي تبص انا يعني مثلا عفروتو، عايز عفروتو يلعب كواحد من الجماهير، عندك كابتن محمد ابو تريكه، عندك كابتن محمد بركات، عندك ناس يعني المنطقه دي كانت مليانه هتروح فين؟ وخصوصا هم كانوا بيحبونا يعني، كانوا بيحبوا اللي احنا نبقى متواجدين معاهم، والحمد لله يعني كسرنا الدنيا معاهم فتره من الفترات يعني. طيب هنتقل امر اخر متعلق بفرص الاهلي في البطوله الافريقيه، هنكمل كلامنا عن النجوم، لو شايف في اي نقص في اي مركز من المراكز، ولا شايف التعاقدات الجديده كافيه انها تحقق كل تطلعات وطموحات جماهير الاهلي؟ لا شايف اللي احنا لا يعني احنا بس محتاجين يعني حد يعني. انا عرفت اخر حاجه اللي الاداره ممكن لو في عرض مناسب لوليد ازارو ف يعني مديله الحريه في دوت، مش عارف ده صح ولا غلط يعني، ما مش عارف الخبر ده صح ولا غلط، لو كده يبقى محتاجين بس فيرويد كويس بس. وعندنا الديفندر الافريقي ده عجبني قوي بصراحه، وحش الديفندر الافريقي اليو ديانج بس ما شاء الله عليه يعني، وحش ان شاء الله يكون اضافه، وكمان مع يعني التعاقدات الجديده يعني عندنا ياسر ابراهيم، عندنا بعد حمدي فتحي في الهاف ديفندر، عندنا كمان محمود متولي، رجوع رامي ربيعه الجمهور شايفه مكسب كبير جدا طبعا في الدفاع. طبعا يعني رامي بيحسسنا بامان ورا، وخصوصا لما يرجع سعدي بقى ان شاء الله، وعندك متولي وياسر ابراهيم، فالموضوع الحمد لله. لا انت يعني زي ما كنت بقول لحضرتك الموضوع، لا انت مش 11 في الملعب، احنا عايزين 11 بره، انت داخل اكتر من بطوله، وحلمنا بقى نفسنا ناخد افريقيا ونروح كاس العالم بقى يعني، نفسنا نروح كاس العالم للانديه. كان عندنا نقص في المركز ده وعندنا اصابات في مركز المساك، لدرجه ان في مباراه كان خلاص الدفع فيها بمحمد هاني وايمن اشرف بالظبط يعني في مركز المساك، في يعني مشكله في المكان يعني ده، في امور كتير قوي كانت في ماتشات افريقيا كنت بتروح والسكور مش كامل، الاصابات والوقف. هو الموسم اللي فات كان غريب شويه، كان يعني ما كناش محتضن يعني، ما كانش فيه، بس خدنا الدوري برضك يعني الحمد لله يعني. فان شاء الله دي حاجه تبقى بقى يعني باذن الله، اللي هي تبقى حاجه بقى ناخدها حاجه ايجابيه لينا اللي احنا لا. هل وصل النادي الاهلي الى التشكيل والى الجاهزيه الكامله او عدد النجوم واللاعبين المميزين اللي ممكن السنه دي يعوضوا الجمهور عن غياب الاهلي عن البطوله الافريقيه في السنوات اللي فاتت او عدم تحقيقها يعني؟ طبعا انت يعني خلاص كل حاجه دلوقتي الاداره موفرها لك، فانت مش عليك اللي انت تبقى مركز وتبقى اللي انت ملتزم بالتعليمات بتاعه الجهاز الفني بتاعتك وده بقى ان شاء الله التوفيق مع الجماهير بتاعتنا ان شاء الله، فهو ده اللي احنا اللي هندعمه الفتره الجايه باذن الله، اللي احنا لا عايزين نبقى ناخد افريقيا بقى ونروح ان شاء الله كاس العالم للانديه، نفسنا بقى نشوف الاهلي بتاعنا بقى.
بتتمنى ايه او تقول ايه لزملائك اللي اكيد بتتمنى لهم يحققوا انجازات وبطولات اكتر، سواء النجوم الموجودين في النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت او اللي انضموا من خلال الصفقات في الفتره القصيره الماضيه، نصايحك ليهم بتتمنى ايه اللي ناقص علشان يحققوا كل طموحات جماهير الاهلي؟ بقول لهم انتوا يعني انتوا كل واحد فيكم في نعمه، يعني انت قادر تعمل تاريخ في سنه واحده، مش في كذا سنه لما بتروح اي حته تاني ممكن تعمل تاخد اي بطوله وتقعد 10 سنين عشان تاخد بطوله، لا انت ممكن في سنه تاخد اكتر من بطوله، فاعمل تاريخ لنفسك، يعني ما تبخلش على مجهودك، ما تبخلش باي حاجه خالص اللي انت تقدر تديها للتيشيرت بتاع النادي الاهلي داخل الملعب، لا يعني انت محظوظ اللي انت ممكن تاخد اكتر من بطوله في سنه. يعني منتخب مصر بتتمنى ايه للمنتخب في الفتره الجايه؟ الامور كانت مضطربه جدا في الشكل اللي ظهرنا عليه فنيا سواء في كاس العالم او في البطوله الافريقيه المقامه على ملعبنا وبين جماهيرنا، وكان الجمهور غاضب جدا من شكل اداء المنتخب ونتائجه. منتخب مصر محتاج ايه فنيا من وجهه نظرك في الفتره الجايه؟ والاختيارات لسه لم يستقر الامر على اختيار او تكليف مدير فني جديد، ولكن اتفق على انه مدير فني مصري، شايف الامور ازاي في المنتخب؟ والله استاذ محمد يعني كان في امور كتير سلبيه مش حابب اللي انا اتكلم فيها، يعني حابب اللي احنا نتكلم في الحاجات الايجابيه. لا عايزين بقى سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي خلاص، يعني الموضوع محسوم اللي انت لا مدرب ان شاء الله يبقى مدرب وطني، فاحنا عايزين يحس حتى الحس الوطني. يعني احنا كنا مع كابتن حسن شحاته كنا بننفعل يعمل كده نعمل معاه، يعني كان في حس وطني اللي انت لا حابب اللي انت المنتخب بتاعك يكسب. يمكن مدرب واقف على الخط، يعني احساس اللاعب قبل ما يكون مدرب تحس الفريق. اللي هو واحد اكنه في الجيش المصري بيحارب على الحدود. يمكن انت دلوقتي معلش انت بتجيب واحد اجنبي، حتى الاجنبي اللي انت بتجيبه وبتدي له فلوس كتير قوي ما بيجيش يضيف للمنتخب. طب يا جماعه انتوا عملتوا لنا ايه؟ يعني في فتره يعني اجيري مثلا في اختيارات كتير قوي انت مخطئ فيها، طب مين اللي كان المفروض يبقى متواجد معاه اللي هو يقول كده؟ يعني انتوا برضو كان كابتن أسامة نبيه ما كانش ينفع يمشي، لا الراجل كان كمل، وكان أجيري بقى كان يعني ياخد منه مثلا الحاجات الأجابية، ولو عايز اللي هو مش مستريح معاه في الشغل خلاص يمكن عايزه يكمل معاه. يعني شايف انه كان عبء على المنتخب الاختيارات بالنسبة للمدير الفني الأجنبي في الفترة اللي فاتت؟ ما كانش فيه تخطيط يا أستاذ محمد، ما فيش تخطيط. طب خلاص انت دلوقتي مشيت كوبر، طب كوبر الراجل كان خلاص هيمشي لولا وصل نهائي افريقيا 2017 قصاد الكاميرون وخسرت، الراجل كان ماشي خلاص في اتحاد الكره قاعدين مع بعض هيمشي، لا وصل النهائي ما كانش هينفع يمشي، وصل كاس عالم، طب انا هاجي اعمل ايه؟ اللي انا هضيفه؟ انا لازم اعدي الراجل دوت في النتائج، في اسلوب اللعب، في طريقه اللعب، في حاجات كتير. يمكن اللي احنا كنا شايفينه لا اجيري جاي اللي هو شايفه من بره اللي كوبر كان بيدافع احنا هنهاجم بس ده اللي احنا شايفينه بس، يعني ما شفتش حاجه. لكن شايف انه حتى ما قدرش يختار مجموعه اللعيبه بشكل زي ما كان كوبر بيعمل، يعني لا اختيارات طبعاً. كوبر كانت لا افضل لا لا اختياراته كانت بصراحه اختيارات سيئه جدا، يعني كانت اختياراته من وجهه نظرك سيئه طبعا. يعني انت رمضان صبحي راجل هو كهربا راجل دولي، الاثنين لعيبه دوليه، انت مش محتاج اللي انت تشوفهم في ماتش، لا لازم يبقوا كانوا متواجدين معاك لازم. رمضان صبحي مش لعيب قليل وكهربا مش لعيب قليل، كان لازم السوليه كان لازم يروح ده حقه، يعني دي حاجه احنا مش بنضيفها. عندك اوباما في الزمالك كان المفروض يروح، عندك اكتر من حد، منتخب مصر كان المفروض لا المصلحه العامه بتقول كده. ولما الاختيارات دي ما تمتش او اللعيبه دي ما اتاخدتش في المنتخب بقت الحلول قليله قوي اللي قدام. يا استاذ محمد انت جات عليك فتره يعني احنا كنا بنلعب لعبنا 3 ماتشات بس وطلعنا، يعني انت لعبت 3 ماتشات وما كملتش، هو يا دوبك دور 16 وطلعت، يعني ما لا ما عندكش دكه بره، يعني انت اي بطوله عايز تاخدها لازم يبقى عندك دكه قويه بره. يعني شايف ان كان في اختيارات خطا في اللاعبين وشايف ان تشكيل الاجهزه نفسها كان في خطا. طبعا يعني ما فيش تخطيط، يعني انا زي ما بقول لحضرتك كوبر مشي فمين اللي كان المدرب العام معاه؟ كان كابتن اسامه نبيه، فالمفروض كان الراجل ده كمل، لا احنا المفروض كنا نمشي بالسيستم دوت، طب حضرتك فكرك ايه؟ نتواصل الافكار مع بعض، ده اللي كان المفروض، ده انا بتكلم مع حضرتك على المصلحه العامه اللي المفروض كان ده اللي يحصل. طب خلاص جبت كابتن هاني رمزي، طب الافكار قريبه من بعض، طيب الاختيارات يبقى 1 2 3 يمكن معلش. بتتمنى مين يتولى تدريب المنتخب في الفتره الجايه؟ لو عايز حتى تختار اسمين عشان ما تبقاش محرج باختيار اسم واحد، هو اطرح اكتر من اسم، بتتمنى مين؟ بص اكلم حضرتك بالمنطق، استاذ عمرو الجنايني من مصلحته اللي هو كابتن حسن شحاته يمسك عشان خاطر اللي هو ماسك فتره استثنائيه
وعايز كابتن حسن شحاتة، لا قدر الله حصل اي حاجه مش كويسه في المنتخب، كابتن حسن ليه رصيد كتير قوي عند الجماهير المصريه كلها، اهلي زمالك كل الناس عنده رصيد، محدش هيقدر يطلع يتكلم على كابتن حسن شحاتة. الناس هتديله وقت وهتستنى عليه طبعا كابتن حسن. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا نفسي اشوف كابتن حسام البدري او كابتن حسام حسن. ده رقم اتنين. واللي جاي بقى نشوف بقى، يعني نشوف الشباب بقى، كابتن ايهاب جلال، كابتن احمد حسام ميدو، من المدربين نفسي كابتن عماد النحاس، نفسي. يمكن انت دلوقتي لو هنتكلم على المصلحه العامه، لا زي ما قلت لحضرتك بالمنطق كده على كابتن حسن شحاته، يمكن لا لو هنتكلم بقى عايزين بقى اللي انت تستنى وتعمل جيل واجيال لمنتخب مصر، لا يا كابتن حسام البدري يا كابتن حسام حسن. بتبقى مبسوط اكتر كلاعب كوره محترف لما بيبقى متولي المهمه مدير فني صغير في السن؟ طبعا. بيبقى على يعني بيبقى قريب من الافكار بتاعتك، يعني لسه هو سايب الملعب، فاللي انت كنت عايشه هو كان لسه عايشه من قريب، فالافكار متواصله مع بعض. شايف انها ميزه ان الاهلي تعاقد مع ريني فايلر وهو 46 سنه طبعا. واصغر يعني طبعا من اعمار مدربين اجانب كتير قوي بيشتغلوا في مصر، هو يعني او بيتعاقدوا خلال الفترات اللي فاتت مع يعني انا المدرب اللي بيجي الاهلي بيبقى مدرب محظوظ، انت كل حاجه متوفره ليك، فلازم تنجح، لازم تنجح، فان شاء الله فكره وان شاء الله يقدر. يعني انا عرفت من بعض اللعيبه يعني كده، عشان كابتن سيد ما خصمش لحد، بس عرفت اللي هو لا يعني الراجل شخصيته قويه وراجل بيحب يبدا الهجمه من تحت يعني، وبيحب الكوره. ف ودي حاجه جمهور الاهلي عايز يشوفها. يعني هو على طول يعني كان حتى في بلجيكا لما خد الدوري، كان يعني اكتر حاجه لما بحثت وقريت عنه كان بيقول لهم يعني على اسمه، انا اسمي فاير نار، يعني عايز الملعب ده يبقى نار. فده اللي احنا محتاجينه ان شاء الله الفتره الجايه، اللي عايزين مدرب يبقى عنده طموح اللي هو يعمل تاريخ لنفسه هنا ان شاء الله، زي مستر مانويل اول ما جبناه كده، يعمل تاريخ لنفسه ان شاء الله، ويقدر يضيف بقى بالافكار بتاعته للنادي بتاعنا بقى ان شاء الله. اخيرا، عفروتو كان قريب من العوده للاهلي وقت ما كان جديد مدير فني. ايه اللي حصل في الوقت ده؟ مفيش، مشي بقى، جبت جون انا في الاهلي وراح مشي بعد الماتش بتاع دمنهور ده، ما حصلش. ما مش محظوظ. كان في اتصال معاك في الوقت ده؟ كان واتكلم معايا يعني. هو جريده شافك في الملعب وعجبه أدائك؟ شافني في الدور الاولاني وكان بيتابعني بقى. وقالوا له ده كان لاعب سابق في الملعب. ده كان لسه سايب النادي من فتره، من 3 سنين 4 كده يعني. فلا، قال مواصفاته اللي هي اللي انا عرفته بعد كده، المواصفات بتاعته اللي هو لا لازم أن يبقى متواجد في النادي الاهلي وامكانياته هتفيدنا كتير. وبس ما حصلش بقى يعني، بعد ما حصل ما بيننا تواصل شويه مفاوضات او انه بيتابعك يعني، وانت بدات ده حافز لك يعني، لما تعرف ان جريده بيتابعك وعايزك ترجع الاهلي في الوقت اللي كان فيه مدير فني. ايوه، ده بيخلي ادائك يعلى في الملعب. طبعا يعني كنت كل فتره الحمد لله يعني كنت اجيب جون، اعمل جون، فكل دوت كنت بعمل للي جاي، اللي انا لا يعني ده النادي الاهلي بيبص لي دلوقتي بيتي، فده حلمي اللي انا ارجعه تاني. فكنت على طول يعني كنت مشتاق. الخبر ده ما كانش حد يعرفه في دمنهور خالص الا انا والحاج ايهاب عبد الله رئيس النادي، ما كانش حد تاني. الكلام ده انتهى بعد ما تجربه جريده ما استمرتش معاه. كان الموضوع بقى خلاص، الموضوع مش محظوظ. طيب، يعني احنا بنقول انك متفائل بانك شايف الامور افضل في النادي الاهلي، وان فرصه ان شاء الله في استمرار حصده للالقاب المحليه بدءا من المباريات الجايه. عندنا طبعا مشوارنا الافريقي، عندنا مباراه في دور ال 32، وعندنا بعدها ارتباطات مهمه كمان، هيبقى في مواجهه مع الزمالك في كاس السوبر المصري. شايف ان الاهلي افضل واجهز وصفوفه مكتملة أكتر من الموسم اللي فات؟ بالظبط، يعني أنا شايف زي ما قلت لحضرتك، لا الأهلي دلوقتي متكامل، أنت ما فيش، ما عندكش نقص دلوقتي اللي أنت تقدر، لا دلوقتي إحنا نقدر بقى تحسب كل لاعب بقى. لازم كل لاعب يأدي، لازم كل لاعب، كل حاجة متوفرة لك، بدل اللاعب عندك 3 دلوقتي. فالموضوع الحمد لله، الموضوع يعني دي حاجة إيجابية، وده تحفيز للعبة ما بينهم وما بين بعض إن شاء الله. ومعاك مدرب جاي عنده طموح وعنده خلاص، أنت هتلعب ماتش وداخل بطولة السوبر، فهو الراجل مركز للي جاي مش مركز لدلوقتي، بدليل الراجل منع عشان خاطر الفكر بتاعه يوصل للعيبة، منع وسائل الإعلام اللي هي تخش التدريب، فتعرف اللي لا ده جاي مش بيهزر، الراجل جاي مش بيهزر، أنا عرفت من الفترة دي اللي هو ما بيهزرش. إيه الحاجة اللي عايز تشوفها من الجهاز الفني واللاعبين في ده مباريات بطولة أفريقيا هذا الموسم، واللي كنا مفتقدينها في المواسم اللي فاتت اللي ما خدناش فيها البطولة؟ إيه اللي كان ناقصنا في الملعب؟ اللي ناقصنا في الملعب كان حتة الروح، بس حتة الروح دي بتبقى ما بينك وما بين نفسك بقى كلاعب، وخصوصا لما بتلبس تيشيرت النادي الأهلي المفروض الروح دي أوتوماتيك بتوصل لك. نفسي أشوف الفكر بتاع المدير الفني اللي جاي إن شاء الله، اللي إحنا نلعب الكورة بتاعتنا، يعني نلعب الكورة، لا إحنا نادي بطولات، إحنا ما نلعب جوه زي بره، إحنا ما نخافش من أي فرقة، بالعكس ولا نعمل حساب أي فرقة، بالعكس الفرق اللي إحنا اللعيبة هي تعمل حسابنا.
فده اللي انا نفسي اشوفه في خلال يعني الفتره اللي جايه دي ان شاء الله. ومش هنقدر نحكم على الراجل دلوقتي عشان ما نظلمهوش يعني، ان شاء الله احنا هنديله الوقت الكافي باذن الله اللي هو يقدر، واكيد عنده طموح عايز يعمل بطولات عايز يعمل تاريخ، فان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله. المفاوضات بين مصطفى عفروت وبين احد الانديه الاسيويه واحتمالات الانتقال لدوري من الدوريات في قاره اسيا هتحسم خلال قد ايه؟ يعني هنسمع خبر عن ده باذن الله بشكل اكيد خلال يعني فترة ان شاء الله خلال الشهر الجاي باذن الله. يعني خلال شهر 9 ولا 10؟ لا 10 ان شاء الله، عشان هم بيبتدوا هم لسه يعني فاضل لهم 3 ماتشات والدوري بتاعهم ينتهي، فلسه عندهم يعني. لكن المفاوضات ماشيه بشكل الحمد لله الناس يعني مؤشرات بالنسبه لك مرضيه؟ يعني الارقام الاتفاقيات كل حاجه الحمد لله. فتره التعاقد كل ده لحد دلوقتي بالنسبه لك؟ يعني الحمد لله كل حاجه تمام، وان شاء الله يعني ان شاء الله تبقى تجربه. شايف ازاي التطوير اللي بيحصل في النادي الاهلي مش على مستوى الرياضه بس او الكوره، على مستوى كل الفروع، على مستوى الانشاءات، عمليه التطوير اللي مجلس الاداره قرر انها تشمل كل فروع النادي الاهلي من الداخل ومن الخارج؟ ما بقول لحضرتك يا استاذ محمد يعني انت بتشوف دلوقتي في النادي الاهلي حاجات ايجابيه كتير قوي، ممكن بس عشان الفتره اللي فاتت اللي يعني معظم الجماهير كانت الجماهير مركزه في الكوره بس، وانت يعني حصل دروب شويه في فتره من الفترات، فكله لو ركز على المجمل العام لا هتلاقي لا ان انت في حاجات كتير قوي بتتطور في النادي الاهلي، في سيستم دلوقتي انت ماشي عليه، في نظام، في حاجات كتير قوي يعني دلوقتي. يعني انت كابتن محمود الخطيب منع دلوقتي اي حد اللي هو يتكلم في الاعلام او يتكلم من الاداره او تعرف، لا الناس دي مش بتهزر، الناس دي مركزه، الناس دي بتعمل اللي جاي، الناس دي عايزه بطولات، الناس دي مش عايزه بطولات في الكوره بس، عايزه في اليد وفي السله وفي الطايره. فده اللي احنا حابينه يعني، ده اللي احنا حابينه للنادي الاهلي، دايما كل شويه يبقى عندك بطوله كل اسبوع كده تصحى لا النادي الاهلي في بطوله، النادي الاهلي واخد بطوله. فده ان شاء الله اللي احنا نفسنا بقى الفتره الجايه نشوفه مع النظام اللي الاداره ماشيه بيه، فان شاء الله ربنا يوفقهم يا رب باذن الله. كابتن مصطفى عفروتو نجم النادي الاهلي سابقا، بنتمنى لك كل التوفيق، سعداء بوجودك معانا النهارده من خلال الاهلي ليله وعلى شاشه قناه الاهلي، وباذن الله نسمع اخبار كويسه جدا عنك في الفتره الجايه تعيد من خلالها تقديم نفسك للجماهير، جماهير الكره في مصر وفي البلد اللي هتكون فيه ان شاء الله، وتبقى تجربه واضافه لمشوارك مع كره القدم باذن الله. انا اللي بشكر حضرتك استاذ محمد، وسعيد دايما ان انا بابا مع حضرتك. ربنا يعني يخليك، بتسعدنا دايما بوجودك معانا كابتن مصطفى، وموفق ان شاء الله في الفتره الجايه. مشاهدينا بشكر حضراتكم على متابعه هذا الحوار، بشكر كابتن مصطفى عفروتو ونهايه هذا اللقاء، ولكن ابقوا معنا مع الأهلي الليلة بعد الفاصل وحوار آخر مع الزميل العزيز الناقد الرياضي الأستاذ خالد الأتريكي.